اليوم على الساعة 10:35 صباحا حادث مرور مميت على مستوى منفذ طريق السيار بين 30 اوتوغوتيغ قرب محطة بنزين بيزيو بلدية أملو دائرة سدوق، يتمثل في تصادم بين سيارة أجرة وشاحنة. خلف الحادث للأسف 8 موتى، من بينهم 7 رجال وامرأة تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و51 سنة. تم نقلهم وإجلائهم بوسائل وحدات الحماية المدنية لولاية بجاية إلى مستشفى سيدي عيش بعد إخراجهم من السيارة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.